برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن محمد حشيش، والكلام على الفتره اللي جايه للنادي الاهلي. يا كابتن، داخلين الموسم قوي جدا من اوله، وبعد مباراه امبارح وحضرتك خلاص كنت بتتكلم انك شايف ان ايمن اشرف وبدر بنون وكهربا نجوم المباراه. طيب، المباراه اللي جايه يوم الجمعه ان شاء الله غزل المحله، وهيبقى في نفس اليوم بعد المباراه السفر علشان مواجهه سوني داب في افريقيا. تمام. عايزاك تقول لي شايف مباراه غزل المحله دي ازاي؟ انا في البدايه برضه عايز اقول كلمه نبين قوي ان الموسم ده موسم قوي. ويعني لو عملنا مقارنه كده سريعه بين الاسبوع الاولاني الموسم اللي فات والموسم ده، بتكلمي على 9 ماتشات، بتكلم على الموسم اللي فات 9 ماتشات بدايه الاسبوع الاولاني، حصل منهم 8 مباريات فوز، واحده بس تعادل. ده بيدي انطباع ان في فرق اقوى من فرق ان 8 فوز واحد تعادل. اللي بنتكلم على 9 مباريات بتوع الاسبوع الاولاني الموسم ده، بنتكلم على 5 فوز 3 تعادل. لسه المباراه الاخيره اللي هتتلعب كمان شويه بين المحله وسموحه. لو تشوفي كمان الصاعدين السنه اللي فاتت للدوري زي طنطا واسوان ونادي مصر، في اول اسبوع اتنين منهم خسروا، وطنطا كسب، كانت مفاجاه انه كسب. يعني حصل توفيق ما في المباراه وكسبه. لو هنتكلم على الصاعدين السنه دي في البطوله الحاليه، زي سيراميكا امبارح فازت، البنك الاهلي بيخطف تعادل من دجله، المحله لسه ما حدش عارف. فواضح ان في منافسين جداد، وفي فرق مش ناويه تطلع عشان تنزل. يعني ناويه تكمل وتنافس، واشترت لعيبه كتير ورصدت ميزانيات عشان تبقى موجوده وتنافس. وده يقول ان ده موسم قوي يا كابتن، وهيبقى فيه منافسه، وكل طبعاً فريق عنده الدوافع ان هو على الاقل يحقق مركز كبير في الدوري. يعني لما بتتكلم على سيراميكا كليوباترا انه يعني جايب صفقات وقدر ان هو يفوز في المباراه، يعني انت كمان لو تبصي في موسم قوي، لو تبصي كمان غير النتائج، تبصي لاداء المباريات، تحس ان الفرق لا، دي مش ده اول ماتش في البطوله. اول ماتش دايما بيبقى لسه اللعيبه مش في التوب فورم بتاعهم، النواحي الفنيه بتبقى لسه قليله، اللعب بيبقى يعني. انما لا، شفنا مباريات على مستوى عالي، داخلين بقوه، غير بقى اللعيبه او الفرق كان حظها احسن شويه، اللي هي كملت نتيجه لاستمرارها يا في بطوله افريقيا يا في كاس مصر. زي الاتحاد، شايفين الاتحاد السكندري مع حسام حسن عامل مباراه قويه جدا جدا مع النادي الاهلي في السيمي فاينال للكاس، وشايفين كمان عمل مباراه قويه مع بيراميدز. بيراميدز من الفرق القويه جدا جدا، جابت عناصر كتيره السنه دي غير العناصر اللي موجوده، لكن الاتحاد اللي كسب المباراه وعمل مباراه قويه. فانت داخله على يعني دوري صعب جدا جدا يعني.